الفقرة دي معانا واحد من الناس الجميلة المصرية اللي أكيد كلنا بنفرح بيهم، اللي حققوا الأرقام القياسية فين؟ في موسوعة جينيس، واللي دايما بنلاحظ إن هي فيها اختلاف كمان في ممارسة الرياضة. الضيف معانا النهاردة اللي منورنا هو يعني عمل رقم قياسي، بس رقم قياسي في إيه بالظبط هو اللي هيقول لنا، بس في نفس الوقت كان في مشوار وفي تدريبات وفي صعوبات، والواحد بيقدم وبعدين عبال ما يردوا عليه، بس هو في الاخر الديت بتاعه كان سبتمبر 2021، يعني بنتكلم تقريبا من سنه. فعمر بشير يعني صباح الخير في البدايه، وحاجه حلوه جدا. وعلى فكره السيرتيفيكت او الشهاده اللي انا ماسكاها في ايدي دي مش حاجه سهله، مش اي حد يقدر ان هو يحصل عليها، فوراها قصه. انت منورنا وهنسمع منك بقى. والله ده شرف كبير ليا ان انا اكون متواجد معاكم في قناه النادي الاهلي، استاذ كريم استاذ نهاوند. انا كنت بلعب كوره وبعدين شفت الاول. قول لنا بقى انت موسوعه جينيس في ايه بقى؟ في مهاره تنطيط الكوره. اوكي، باسفل القدم. استاذنك طبعا بعد الترحيب بيك، انت منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي، وبنبارك لك اكيد. ربنا يبارك فيك. وقبل ما ندخل بقى على التفاصيل، ما تعرفنا عن نفسك وعن خلفيتك الدراسيه بالزبط. العمليه بتعمل ايه تاني؟ بعد كده هندخل بقى وهنتكلم معاك في كل تفاصيل موسوعه جينيس. انا خريج تربيه رياضيه جامعه المنيا، تمهيدي ماجستير جامعه اسيوط، سنه ثانيه ماجستير قسم كره قدم، تدريب كره قدم، مدرب كوره ومدرب لياقه بدنيه في جيم. يعني ده اختصاصك الى حد ما برضو.